جاوع. من اول ما وصلنا بعد ما ضيع ابو عابد الموضوع ضايق صدرك. انا ايه انا ابو عابد كنت مسوي مشكله قلت بيدفع قطه بيدفع كله عشان ضيع ابو عابد. من الذي من شباب المشكله والله شو اني ماني بشرطي عندكم تفضل يا استاذ اتكلم يا استاذ شوف يا استاذ لابد ان نكون قد المسؤوليه صحيح لان احنا قادمين على جمهور وعن متحمل الامانه صحيح فبالله عليك عندما تضيع ولا حد عارف كيف ضاعت وحتى كل المصيبه انه يقول لك ضاع هانا في الملعب ضاعت في يوم ضاعت شيء ثمين وكأن ما في شيء وكأن ما في فلوس احنا انا اطالب بمحاسبه مستشفى ابو عابد ايضا الذي عضه ايضا الذي عبد العزيز نعم ايضا الذي اقترح الموضوع هذا تصويت بالمحاسبه نعم جماعه ايش توصيت يا معاقبين خمسه بس سال انا اسف انه ما رد انا للامانه كنت زعلان زيك خلاص زله وحصلت ما في زله بس خلاص يا اخي زله ايش غصبا عنا هذه معارف اصلا ابو عابد يخبيها شيء حصل انتهى يعني اسمحوا لي كلكم تتكلمون ما نفهم صح واحد انا اقول شيء حصل وانتهى يا ابو فهد لا ما يعني شيء حصل ما انتهى عندك اوكي انا متنازل انا متنازل عن حقي يا شباب خلاص انا شان خلاص مالك ايوه شان بس انا اقول يعني لا نكثر على ابو عابد برضو مهما كان اخونا خليه جنب ابو عابد اسمع سليم ابو عابد ناصر لحظه لكن ابو عابد اخذ الشيء من حبيب قلبي عبد العزيز شيء معروف وبين قوسين اتفاق بين اتفاق بين مكان ابو عابد يقول ما ادري وين حطيت ليش تقول حبيب قلب العزيز ليش؟ قرنت لان خالي عليه ليش عليك؟ ابو عابد خالي عليه ابو عابد خالي عليه انا يا جماعه انا انقهر ابو عابد يا شباب يا شباب شوي يزنون شوي السحر غالي يا شباب عبد الرحيم خلونا عبد الله انا احترم جماعه الخير كان موبه ما يهمك ترى انا قاط اللي معي كلنا قاطين ما معي غيره الفلوس اللي دفعتها والله ما قط فسحتك صح ولا لا؟ ها؟ قط فسحتك الفسحة حقك فان كان الشيء هذا انا بمزح شاب ما يهمك ترى يهم اسمعني انا قلت لك خلي ناصر الفرنكي ولا سليم يخبر الشيء في القروب ما تدو يلا اشربوا شلون؟ ما تعطونا ما تعطونا في القروب يلا عبد الرحيم والله حنا نتفرجوا برغي من البداية بيقول قال لا تعطونا تكلم سؤال ممكن ليه ما تتكلم؟ اسأل سؤال ايش علاقة الجمهور؟ انهم يسمعون الهواشي هذا الكلام اللي قاعد يقوله خليه يجلس لانه اصلا من البدايه هو عرف الموضوع بس معناه لا تفتح مو على برنامج يعني خلوه بعد الهواء يا اخوان هذا قاعد يقوله يا اخي احنا برنامج واقعي شباب احنا برنامج قول عيد 5 ريالتي عيد 5 ريالتي يا ابراهيم دحين انا مزح بالعيد ما امزح انا ابو عابد باخذ حقي منه بالقوه انا اوكي بس مو بعد الهواء بعد الهواء انت وقف يا بطل خلوا بعد الهواء والله ترى في ناس معاكم انا اسال اللي انتم تتهاوشون عليه هذا وينه الان؟ يا اخي ضيع ابو عابد ضيعه فاهم انا اقصد انه هو ضيع لكن ليش ما جبتوه وتكلمونا بمجموعه كلها؟ لا بروح ادور قال حيروح يدور مدري في السياره مدري بس انا اقول ابو عابد انه المفروض هذا الكلام يعني يكون بعد الهواء بيننا يعني ابو عمر والله شوف يا سليم انت اخذ الموضوع بهكذا بسهوله لا مو سهوله انا اقول يعني مهما كان ابو عابد مهما اخطا بس على جنب ناخذ نسبه يا شباب شباب ما سمعنا راي الشمراني والله ادريتكم دقيقه شباب الشمراني ايش تتكلم قبل شوي ممتاز شكرا يعني ما شاء الله تبارك الله منعم عليه وعنده دراهم نعم لكن احنا والله يعني صراحه نحبه يا ابو عابد ولكن نحبه ونقدره ونحترمه بلاتي. يعني معلش يعني في بعض الامور مثلها مجامله كل شيء لحد نعم صراحه نحب ونعزل لها الامر يعني احنا يعني ما حد يشكك في تقديرنا واحترامنا لابو عابد نعم لكن دام بين يعني بين كلمه رجل خلاص شيء اتفقنا عليه خلاص يلتزم نعم يلتزم حلو قاصد انا في الجروب كنت معارض شمراني في الجروب شويه قالوا خلوا ابو عابد انا قلت يا ناصر يا الفرنتي ولا سليم يمسك الموضوع لا سليم لا يمسك تدرون ايش بيصير
بيتحسف ولا بيندم اللي يحط عنده عندكم امانه. احسن إيه والله احسن إيه والله يا يعني. يا اخي الامانه ما قال الامانه اصولها ولا يخليها لغيره. يا اخي الامانه يا اخي انا عرض للامانه يعني. يا يا اخي ايش بك يا اخي؟ ها؟ قلب نفسي يا اخي ولا نفسي ولا شيء يا اخي. ضيعنا حق الشباب دي واشغلونا انت كمان طلع الكلام على الهواء. ودي انه يعني برا الهواء لكن طلع على الهواء في العصر. طيب عادي انت كمان لا تقعد نفسين كذا يا اخي. ما هو بعادي يا اخي قدام الناس يا اخي قدام الله وخلقه. طب انت دورت؟ ايوه يا رجال لفيت الاستراحه لف. يا اخي انت كمان تسوق. طب تتذكر انت فين شو اسمه؟ ما ادري ما ادري ما ادري يا اخي. خاف الجبني ولا حق الانتاج ذولا شلوه ولا ودوه مكانه يا اخي. في شنطه كذا ورديه حمراء برتقاليه زي كذا. صدقني لو دورت عليها بتلاقيها يا رجال. عادي ابو عابد. ها ما هي هذه؟ والله ما هي. ما هي؟ بسم الله بسم الله. والله ما هي. والله وربي ما هي. امشي 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 امشي. لقيناها. انت بتطيح بس انت. حصلناها حصلناها. لقيناها. الله يسامحك يا ابو عابد. انا لقيتها والله. لقيناها هنا. لكن لا بقي تعطوني شيء. لا لا خلي افتح افتح. الله يرحمكم. من اول تظلموني. ما شاء الله تبارك الله. كل واحد ياخذ حقه لو سمحتوا. طيب كل واحد ياخذ فلوس. يا جماعه اعطيني حقي. لو سمحتوا شوي شوي. هدوء يا شباب هدوء يا شباب هدوء. اللي لقيته صبر صبر يا جماعه. هدوء اللي لقيته بس هدوء هدوء. بالهدوء عزوز عزوز هدوء بالهدوء ناصر هدوء. والله كل واحد حيلقاه يا جماعه. صدقوني يا اخي من هنا من هنا من هنا. بالله فين مضيع. الله يسلمك. صدقني بنتقاسم السلحفات. لا 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 لو سمحت. كل واحد ياخذ حقه. كل واحد ياخذ حقه. كل واحد ياخذ حقه. لا 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 بس هذا الملحي والخل. شكل المليار. ليش؟ كنت على شكل المليار. خلاص بدل ما معصب. يا اخي احسن الظن. 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 يا اخي لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. ترى انا لقيت يا عزيز. تعال يقول الحمد لله. عزيز دور حفظنا كثير. صارت مشاكل الحمد لله. الله انه الله عداه على خير. كنا الحين نخسر بعض لكن الحمد لله. كنا حنضرب حنجلد وكنا بينكم دافعين قط كلنا. كم دفعنا؟ انا دفعت نص ريال. ايه تدري والله ما دفعت ولا شيء بصراحه. شيء يستاهل ان نتضارب عليه. فردنا على الطحال. وهذا درس ترى احسن الظن. يعطيكم العافيه يا شباب. ابو عمر دار اقول حاجه بسيطه. ابو عمر دار اقول حاجه بسيطه. تفضل عبد الحين. شباب الحمد لله مبروك يا شباب. شباب مبروك. هذا اسعد يوم عندنا. تفضل عبد الحين. ان بعد العسر يسرا. يعني حاول انك يعني مهما ضاقت عليك ستفرج. خل املك بالله كبير. ودائما دائما يعني دائما ابو عابد. يا شباب يا شباب من جاكين زكي والله بوكس هنا عياد قامت بينهم. طيب تفضل يا فرنتي. الحمد لله. مشاركه مشاركه صراحه القصة ما فيها يوم كله صراحة استفدنا من ايش؟ نحسن الظن بالله ونحسن الظن بمن حولنا.
ولا سوء الظن فيهم. الله يجزاك خير على جلسة الحبيب ابو عابد. لماذا اخفيت الامر هذا الى وقت ابو 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 انا كنت بختم اول نبغى نستوى ولا الامانه صعبه ترى والله اللي كنت اكثر واحد واقف معاك واقول لهم يا عيال خلوها بعد جاي يا عيال ابو عابد ترى خوينا مهما كان يقول لا ترى تنجلد معاه بس اخذت شيء تدري ايش اخذت شيء؟ انه فيه جرح وهذا فيه ملح. طيب استاذ انا عندي كمان تعليق طبعا شوف اكثر الشباب في منهم يعني اسوء الظن في ابو عابد انه هو قاصدها مقاصدها فرحمين سبحان الله كنت جالس وكنت جالس انا جنبه اكتشفنا ان الشيء هذا ورانا يا حمود من العصر احنا ندور يا حبيبي لا بس برضه احسن الظن لا ما كان من اوكي بس مع ابو عابد لا ما كان الواحد يا حمود احنا خسرنا تعبنا يعني دفعنا فيها دم قلبنا والذي لا اله الا هو اكلت مليت اسمع بدون حلفان بدون حلفان وكان ما جبتها كان فيها دم زين شباب تبغون قصه حلوه ايوه مختصره يعني الشافعي في يوم وفاته زاره أعرابي فقال له الأعرابي قوى الله ضعفك يا أمير المؤمنين. أنا دائما هالقصة أقولها لأهميتها وصراحة وأثرها يعني. قال له قوى الله ضعفك يا أمير المؤمنين. فقال إيش؟ قال لو قوى الله ضعفي لهلكت. قال والله أعلم ذلك يا أمير المؤمنين، والله ما قصدت إلا خيرا. قال له كلمة جميلة، إيش قال؟ قال والله أعلم، والله لو سببتني ما ظننت بك إلا خير. يا الله. موضوع حسن الظن ترى موضوع ضخم وكبير المايك. جدا يا بعذره يصارخ ما شاء الله. اي والله موضوع حسن الظن يا اخوان موضوع مهم جدا وكبير ويبنى عليه احيانا خلافات كبيرة بين دول صحيح. مو بين افراد. يفترض والله جد احنا نلتمس 70 عذر طبعا على انه قربها لابو عابد بس ولا ان شاء الله ابو عابد كان بس حركه كذا ثم لو ما لقيت يقول حتى شك بنفسك لان الاصل المسلم فيه السلامه يا سلام زين والاصل انه يريد الخير لكن لو انت دخلت على نيه هذا ما يبي فينا الا السوء ولا يبي فينا الا الشر وهذا يناظرني بعينه وهذا ما ادري وهذا اشك فيه وهذا اسيء الظن فيه وهذا كذا كذا انت ما ترتاح يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن بارك الله كان في ادم لركب طيب نصري